مع السلامة عمي. عن إذنك لمؤاخذة. كلنا لا شد حيلك عقبال اولادك. والله العظيم انا فرحان. اي والله برافو رجاله برافو رجاله. اضرب جامد اضرب جامد يلا تدخن خلاص يا اخوانا كلنا محتاجه حاجه. خلاص بس خلاص والله اطلعك النهارده. خلاص يا اخوان خلاص هات انت دي بقى خد دي. ايوه بس خلاص اهو. ايوه بشكل اتفضل حضرتك. لا اتفضل اتفضل اتفضل. انا هموتك 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 هموتك. هما بيتخانقوا ليه؟ الظاهر سالفين من بعض فلوس ولا حاجه. بس ما هي ده اول خناقه. سخن سخن. انا طالع اعمل الحاجة. انا بتنرفز لما حد يجي ناحيتي. اوعى حد يوصل مطره ارجوك. تفتكر ابو الصلح ان الرحله دي هتجيب نتيجه؟ بكره تبوس ايديا عشان نصحتك تسافر معايا. يعني هلاقي شغل في اوروبا؟ اسالني انا. لكن انت ما سافرتش. لا ما سافرتش، انما ابن عمي سافر. هو قال لي ان الساعه في اوروبا توصل لعشرين جنيه في الساعه. حلوه قوي. عشان نقدر نسدد ديوننا. ديون ايه؟ تمن تذاكر السفر اللي مستلفينه. تذاكر ايه يا شحات؟ احنا هنرجع محملين هدوم. يعني هنبقى اشيك اتنين في الجامعه بجد. ولو شدينا حيلنا جايز نقدر نرجع بالمرسيدس. لا دي جامده قوي بقى بالصلح. ركك انت توقع واحده من اياهم. اياهم يعني ايه؟ مليونيره من بتوع اوروبا. مليونيره بتحبني انا؟ يا ابن المصريين سوقهم ماشي في اوروبا. سألنا انا برضه. ابن خالتك هو اللي قالك كده؟ لا جوز امي. انت مش هتلاحق طول ما انت ماشي في الشوارع. الدنيا هتمطر عليك مليونيرات. مليونيرات ولا جزم؟ انا وقعت من ساتك وانت واقفه. يعني ما كنتش قصدها ولا دي ما بتعرفش عربي؟ الظاهر كده. يا نهار اسود حلوه قوي.
هتجنن يا صلاح. تحفة أنتيكة. اتفضلي عنك انت بالانجليزي. عنك انت، عنك انت بالانجليزي. ده عليها كل صباع واخوه تتمنى النوم يندبوا في عين الابعد. احنا هنا في مصر نحب نبوس كتير، هنا في الحته دي نبوس بالانجليزي وبالعربي. مندوب الغدا هيجهز بعد نص ساعه يا سمو الاميره. طب روحوا انتوا. بتتكلمي عربي؟ ايوه. فتك بعافية. يلا يا سيدي قبل ما نتهزم. يلا استنى من فضلك. هو في الحقيقة يعني انا اسف لو صدرت مني كلمة كده ولا كده. اصل يعني انت بتعتذر علشان بتقول عليا حلوة. هو انا وحشة؟ وحشة؟ قال له وحشة. هو ما كانش متوقع انك بتتكلمي عربي. انا متربية في مصر. ابدع ناس. وراجع الهند علشان بابا المهرجة تعبان قوي. الف لا بأس عليه يا سمو الاميرة. طب مش واجب برضو تجيبوا له دكتور يا سمو الاميرة؟ بابا المهرجة جاب دكاترة من جميع انحاء العالم، لكن الظاهر انه تعبان قوي، بعتوني عشان اشرف على ثروته واملاكه. هو ما شاء الله عنده كتير. حوالي 100 مليار دولار. 100 مليار غرر؟ دول اللي يزيدوا عن 100 جنيه بكتير. وحضرتك مسافر فين؟ انا مسافر اوروبا. انا بابا مليونير مصري. مليونير؟ مسفرني عشان اتفسح. الفلوس عنده كتير، مش عارف اوديها فين. مستفه فلوس، مستفه في الدواليب. تفتح اوضه النوم تلاقي فلوس، اوضه المسافرين تلاقي فلوس، تحت الكنب تلاقي فلوس، فوق الكراسي فلوس، في الحمام فلوس، البانيو مستفه فلوس في البانيو. نسيت التواليت. التواليت كله فلوس، السفون فلوس، العيال ولاد اختي بيعملهم قراطيس. فرصه سعيده قوي. يا ريت تفضل تتغدى معنا انت وصاحبك. ده مش صاحبي، ده السكرتير بتاعي. هتيجوا؟ اه طبعا. أنا في كابينة ثلاثة، وأنت؟ أنا في الكابينة اللي جنبك على طول. إيه؟ تعال هنا، فهمني، إيه اللي أنت عملته ده؟ كتم خالص، مش وقته. قدامي. أنت أبوك مليونير. وانا السكرتير بتاعك. جت قوي. افهمنا بني ادم، دي واحده ابوها مهرجه وهي اميره، عايزنا اقول لها اللي احنا تلامذه في الجامعه مسافرين درجه ثالثه؟ وايه يعني؟ هي هتناسبنا؟ مش يمكن. تاكيد اتجننت. ليه؟ مش يمكن تحصل معجزه واتجوزها وساعتها بقى نسيب المهرجه؟ لكن اكيد هتعرف ان ابوك صراماتي وانكم ساكنين في ضرب المقشات. مالها ضرب المقشات؟ ساعتها هتكون حبتني، واللي بيحب ما يهمهوش اذا كان اللي بيحب ابن صراماتي او حتى ابن كلب. اعقل يا ممدوح وبلاش جنان. ده انا بقى 60 مجنون لو سبت فرصه زي دي تطير من ايدي. يلا اتفضل قدامي. اتفضل. على فين؟ نغير هدومنا ونروح لها. هي مش عازمانا على الغدا؟ عازماك انت. تو مليونيرات زي بعض. ايش وصلنا انا يا كحيان؟ يا ابني تعالى باري نفسك بحتتين لحمه. الله الغني. بلاش. ما انت قصدك والشفاء يا شيخ. ايه برضه مش جاي؟ لا بلاش، على العموم هحاول ابعت لك حاجه من بقيه الاكل. We'll be right back.
المية وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. وطفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. يا سلام يا سلام يا سلام على المية وعلى الحمام. القلب النون الفاضي بيكون متهني وراضي يكبر يفتكر الماضي يلاقيها أجمل أيام. وطفولة جميلة أيامها قليلة بتفوت زي الأحلام. يا سلام يا ولد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا سلام. انا عايزة عشان مستقبلكو قبل ما وصلكو حوصيكو. الحب جميل زي جمالكو الحب ينور لياليكو وكل امل بعيد بالحب تحققو. والقلب حلو حديد بالحب تلينو. يا معدو بيبقى حبيب لما يكون من الحب نصيب. ايوه انا جاي ايوه انا جاي طبعا اجي مجيش ازاي. حد تنادي عليها اموره زيك حلوه كده وما يجيش. اما صحيح تلاقيش معذوره علشان لسه ما تعرفنيش. عمري ما شفتك ولا في الصوره يبقى اصول ما تكلمنيش. عايز ايه تلم طواعني ما معيش فكه ما تفكيش. ده انت صحيح متعب وايه يعني متعب متعب بس اعيش. روح شوف لك حمام تاني واستضمن وش المية. امال مين اللي ناداني ده انت اللي ناديتي عليا. طب ده انا شايفك بوداني وكمان سمعك بعنيا. ما ندهتلكش لا 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 تكذبي انا ما اعرفكش لا 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 تكذبي. واحد ماليش علاقة بيه ازاي افكر بس فيه. بيقولوا اللي ما تعرفيش احسن من اللي تعرفيه. انا خايفة بس تكون كذاب وانا قلبي خالي ولسه شباب. صدقيني جربيني شوفي عيني. تثبت لي انك مضمون تفضل وقتي وعمرك ما تخون. اعزميني اكليني لقمه طريق ده عيش ومل ما يتنسيش. حبيني يلا وما تخافيش. ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه ايه قلتي ايه. هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن من ما فيش. هقول لك ايه هقول لك ايه اهو برضو احسن. اتفضل يا ممدوح بيه. اتفضل 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 شكر. اتفضل حضرتك. نعم
اهلا وسهلا. في حاجة يا فندم؟ لا أبدا، بس أول مرة بشوف حد بيشرب بالشوكة. أصلها يا فندم شوربة هوا، ومع ذلك أشرب المعلقة. انك ام ممتازه جدا. انا مش امهم. عظيم. امال دول ايه؟ انا مدرسه ودول ولاد اخويا. اه كده. بابا ما سابليش حاجه، اشتغلت مدرسه بعد ما توفى على طول. الله يرحمه. ولاد اخويا كانوا عايشين مع جدتهم في مصر، وانا بوصلهم لباباهم ومامتهم في بيروت. كويس ان جدته ما بعتتهمش في البوسطه. ما كنتش هتعرف بصاحبه اجمل صوت سمعته في حياتي. صحيح صوتي جميل. يكنن. انت ثروه ما تتقدرش بتمن. انا صوتك؟ ياه، مش الدرجات دي. صدقيني انا افهم في الاصوات والمزيكا. عارفه انت لو سبتلي نفسك ممكن اعمل معاك اللي عمله بليغ حمدي مع عفاف. ها؟ راضي؟ راضي وابقى مطربه مشهوره. وانا على حلك. انا عندي مجموعه الحان تهبل، بس ما كنتش لاقي الصوت اللي يغنيها، والحمد لله اديني لقيته. اسمعي دي السيمفونية الناقصة. علي بعده. اسمعي. كتر الصوص وحياتك، اصلا احب السقساء. عظمة وقفت في زوري.
الحلو. لا معلش مش حاضر، اصل بطني اتنفخ. الله هايل، برافو. متشكر قوي. قول لي بقى الكلام. كلام ايه؟ كلام الغنوة اللي هغنيها. الكلام حقيقة هو في مخي بس مش فاكره دلوقتي. لكن اطمني، على ما نوصل بيروت هكون افتكرته ضروري. ايه ده؟ انت جايب لي قهوة سادة؟ تحب نعملها لك بسكر؟ لا معلش، مرة ثانية بقى. هتمشي؟ اصل انا متعود انام بعد الغدا، خصوصا لما تكون اكلة دسمة زي اللي كلتها دي. هنشوفك بالليل؟ بس ما تعشاش. عندك مانع؟ ده انا يحصل لي مزيد الشرف يا فندم. اتفضل. لا والله العفو، مش ممكن. اتفضل انت الاول. متشكرين جدا اسمنا والأمير. العفو ممدوح بيه. تفضلي. لا اتفضل انت الاول. فين انت؟ مش قلت انك نازل في الكابينة اللي جنبي؟ انا اصلا هتمشى شوية على ظهر المركب عشان احب اهضم شوية بعد الغداء. الله، انت مش قلت انك بتنام بعد الغداء؟ انا قلت كده؟ فعلا فعلا. طب اتفضل. لا اتفضل انت الاول. لا اتفضل انت الاول. سلام. سلام. بركبوا الهوا حلاوتي كده نوشة، لكن ده أول مرة في حياتي أشوف واحد أكل الهوا. يعني كنت هعمل العزومة منين؟ احنا طالعين المركب على فيض الكريم. لكن نطار هيقول علينا إيه؟ هيقولوني ده سلو بلدنا في الأكل. قلتي ليه؟
وعايزه تقابليه تاني ليه؟ ما تخافش عليا، سيبني اتكتك. ممدوح ده هينفعنا قوي في خطتنا. حلاوتي يا نوشة. المهرجة عينينا. بنت المهرجة طحال أباد. هموت من الجوع. شرح. طب انت اكلت الهوا لكن انا مش لاقيه. تعالى معايا هاكلك. ما تبقاش مجنون. الرئيس حسن لو شافنا هيودينا في داهيه. حسن مين يا ابني وبتاع مين؟ ده احنا اللي كتفنا الزبق ومسمرناه بحبال الريح. يعني هناكل زبق؟ لا هنكتفه. تعال تعال. يلا. مساء الخير يا فندم. اهلا. احنا متاسفين قوي على اللي حصل النهارده فندم. ما احنا بتوع الخناق، العيال الصيع. ايوه الجربيع. ايوه الو معلش، حصل خير. هو في الحقيقه احنا جايين نعتذر يعني. الحقيقه اقعد يا صلاح، اقعد. انت مش غريب. انت مكسوف ولا ايه؟ اقعد. انا قاعد. في الحقيقه هو فصل بايخ شويه، لكن اللي حصل ده غصب عننا يعني. انت بتاكل ايه؟ بفتك. بفتك مش بطال، بس الملح زياده شويه. مش كده صراحه؟ خد ذوق كده. انت مش عايز تاكل ليه؟ مكسوف يا سيدي. المحاكم رايه تقول له اتفضل، والنبي قول له اتفضل. قول له بس اتفضل. الحقيقة بقى احنا لما عرفنا مين المرحوم اللي جاي معاك قلنا لازم نعتذر. يعني ايه؟ يعني ما كانش صح ابدا نعمل العملة البايخة دي يوم وفاة المرحوم. انتوا كنتوا تعرفوه؟ قال كنا نعرفه. عز المعرفة وحياتك، ما كناش بنفرق ليل ولا نهار. ده كل اسراره كانت معانا. كل اسراره؟ عمره ما خبى عننا حاجة، حتى اسم امه. أنا يا فندم أعرف المرحوم قبل ما يموت وبعد ما مات. كنا ميتين مع بعض في المدرسة. كده هو. أهلا وسهلا. أنا إذنكم. أنا كنت هموت من الجوع يا لك. أديني أكلتك في مطعم الدرجة الأولى. الحمد لله ان الرئيس حسن ما شفناش ولا شفنا. هو على يهمنا منه؟ ده باين عليه اهبل قوي يالا. وتلاقي مخه تخيل. شكله عامل زي الخنزير البكر يا جدع. ده شبه الترماي. تلاقينا عامل بيه محترم ومراته في البيت تديله على قفاه. ده عليه حته قفا يا جدع، حته قفا. كده اهو. ايه بتغمزني ليه؟ الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قدام انت وهو من غير شوشره. بقول انت وهو، انا ماليش دعوه. انت قبل منه. اوكي قدام. اوكي اتفضل امسك من هنا. امسك. هات هات. طب هات حته لحمه. بلاش يظهر قدام انت وهو. يا جدع اطلع قدام. طب ما تزفرش القميص. وناوي تعمل ايه؟ ازاي تسيبهم بعد ما عرفوا كل اسرارنا؟ يعني كنت اتصرف غلط واكشف نفسي قدام الركاب؟
لو الحكايه دي صحيح لازم نتصرف معاهم بسرعه. احنا لازم نلاقي حل. ما تخافوش، انا هعمل اللازم. يعني ما معكوش فلوس خالص؟ لا لا، معانا بيه. معاكوا ايه؟ الستر والحمد لله. يعني الستر اللا باريزا اللا شيلن تمشي، يعني تمشي. وهتعيشوا ازاي؟ وهتاكلوا منين؟ هنشتغل. صفنوا كافح، صفنوا كافح كفاح الابطال من اجل تحرير الانسان من عبودية أخيه الحيوان. فما الكفاح إلا كفاح في الكفاح وفي ما تقول حاجة. أول ما نوصل بيروت هندبر أي شغلانة نلم منها تذاكر السفر لأوروبا. ها، وعلى ما توصلوا بيروت هتسببوا إيه؟ بركة فيك بقى يا ريس حسن، أنت راجل حمار وكويس وبتفهم يعني. أنا أول ما شفتك قلت إنك طيب وهتخدمنا. أصل بان عليك راجل جدع جدع يعني. جدع ولا مرتي بتضربني على جفاي؟ جفاك فشر. صعبا علي جفاك. انت مصدق كلام الواد ده؟ ده وقليل الادب. اهله كان عايزين يودوه الاصلاحيه، انت ازاي تقول جفاك؟ يا ان كنت منك له على العموم اللي ما ربهوش اهله يربيه الريس حسن. انا ياما ادبت اهل عمكم. طبعا. واحنا هنروح فين جاب المجرمين اللي انت تعرفه؟ اني اعرف مجرمين؟ مش حضرتك اللي قلت؟ مش هو اللي قال ابو الصلح؟ ايوه انت قلته، ما تبقاش عايل بقى. انا هشغلكم. ربنا يخليك. يوليك ما يولي عليك. اي والله يا قادر يا كريم، خد من قلبي وحد. لكن لو ما نفذتوش الاوامر وما سمعتوش الكلام هرجعكم مصر عايمين. احنا من ايدك دي لايدك دي. انا اعتبرنا عربيه كارو وحضرتك الحمار اللي سحبها. ها، اخرس يا جليل الحياه. انت بقى ورايا. تعال هنا. هتروح مني فين؟ الزحلومة في الحلوش المحلولة عمنوش. والعمل صلاح، انا هنعمل ايه؟ هنفضل نغسل ونمسح في المركب لحد ما نوصل كده حلوين. نغسل ايه ونمسح ايه؟ انا ما بتكلمش عن كده. امال ايه؟ سمو الاميرة اللي عزماني الليله دي. يا عين على سمو الاميرة لما تشوف ابن المليونير وهو بيمسح في المركب. يمسح في المركب؟ وحتى ابوك بلاش هزار. اجيب منين بدله اروح اقابلها بيها؟ اقول لك ايه يالا ده؟ خد بدله الريس حسن معفنة وكلها سمك. خد شيخ اجري. وده بيتك ليه كده؟ انت تسيبك من حكايه سمو الاميره دي وتحب لك واحده على قدك زيي. انت حبيت يالا؟ حنان، اسمها حنان وكلها حنان. ايه ده؟ انا لسه هحكي لك بقى. يا سلام يا سلام. حسيت يا ممدوح اني اول ما شفتها حبيتها. عالي جو جو. مين ده يا اخويا ده اللي حبيته؟ تجنن لو انت. ها؟ ايه ده؟ مين دي اللي حبيته؟ انطق خلقتك يا ريس حسن. تجنن اول ما شفناها وقعنا في غرامها. ده انت عليك خلقه. انت مين اللي وسخك كده؟ لا 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 لا، مش معقول. معقول الكلام ده؟ كبير. لا 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 لا، استنى بقى. هات الكوش اللي بيحصل ده. لا لا لا، مش معقول. مش معقول كده. استنى بقى، امك ومي عليك. ادي له مي. ادي فرشه. امك ومي كوشك كده. ادي فرشه. ظلط له دماغه. الحقوني الحقوني. سيبه بقى. جبلك لله ولا حركت الشربه؟ سلام عليكم. سلام عليكم. طيب راس حق. انا هقربك عليك. سلام عليكم. انا وراك مجتمع قوي. انا عظيم.
أنا والعزب وهواك عايشين لبعضينا. سعد حمو ادي الواد لابوه. أنا نسيت الحاجات دي من زمان. إيه؟ عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. عطشان. خف يا ابني للمركب هتغرق كده. دول بقوا اتنين. مساء الخير. علي النعمة انت مفتري يا وحش. عيب لما تقابل حد وانت لابس الكلام الفارغ ده. لا مؤاخذة. وراهم مستني ايه؟ ممدوح بيه؟ سمع والأميرة بتعملوا ايه؟ لا ابدا ما فيش. بنجري. بتجروا من ايه؟ لا ابدا رياضة. اصل انا متعود اجري كل يوم نص ساعة وهي خلصت. لسه ما خلصتش اجري. اه فعلا لسه ما خلصتش ومش هتخلص بين عليها. ايه ده؟ سنجاب العريس وعرفنا بيجري ورانا ليه. لكن التاني اخينا بتاع المطعم. ايوه بيجري ورانا ليه؟ طبعا عايز تمن اللي اكلناه. يبقى يقابلني على راي المسهل. عريان بيجري ورا بلبوز. اقعد يا راجل اقعد. ده انا حلت قطع من الجري. مالك انت خايف منه؟ مفيش منه خطر. ده خلاص اتخرج وخد تفرغ ما بيسألش في حد. مش انت ما بتسألش في حد يا عم. مين اللي ماسك ايدي؟ مين اللي ماسك ايدي؟ مين يمسك ايدي ليه؟ مين اللي ماسك ايدي؟ هو انا عملت حاجة؟ يمسك ايدي ليه؟ انا غلط. ادي راجل يخور. السلطان جوز بنته للشاطر حسن وعمل لهم فرح 40 ليلة وليلة. مش معنى 40 ليلة وليلة. ليه ما يكونش 40 بس؟ ولا 42؟ الله الحدوتة كده. هي كل الحواديت كده. كده ازاي بقى؟ يعني السلاطين لازم يجوزوا بناتهم لشاطر وكلهم اسمهم حسن. بس السلطان
اتجوز بنت الواحد اسمه هشام، وهو يعني مفيش عروسه ما تعملهاش فرح 40 ليله وليله. ناموا بقى يا حلوين احسن ما عاد نومكم فات. وحضرتك لابسه كده عشان هتنامي؟ هخرج اشم شويه هوا ولا عندك مانع؟ تصبح على خير. وانتوا من اهله مساء الخير. ما معكش كبريت يا والدي؟ يلا مش امشي. وحضرتك اشكون محلوده حدود. طيب خلاص خلاص اعوذ بالله. يلا مش امشي. يلا امشي. قول لي ولا تخبش يا تيس، ايش يقول الحزب التيس؟ يلا مش عارف لو ما كنتش عواجيز. طيب يلا يلا يا حمار. انت برضه مصمم تروح لها؟ اطمن محدش هيعرفها. اديك شايف الرئيس حسن بنفسه بيقول لي يا والدي. والله انا خايف عليك. ما تخافش. المهم انت هتعمل ايه؟ ده مالك بقى، روح انت لحالك وسيبني انا في حالي. شرح له في اللي الله يعطيك العافية. شحبالة تحديدة بحش على حبالة. انت اسف لو كنت ازعجتك. بالعكس ده انا كنت عايز اشوفك. ظهر سيادتك نسيت قبل ما تمشي يا فندم تمضي على الفاتورة. فاتورة ايه؟ انا دفعت الحساب. مش دي كابين اربعة يا فندم؟ ايوه يبقى مظبوط، دي فاتورة البار. انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم حاجة. بريه اللي بتتكلم عنه ده يا فندم، دي فاتورة الشمبانيا والعشاء اللي طلبها والبيه هو والست اللي كانت معاه. شمبانيا وعشاء وواحدة زين حضرتك بتسربني وتستغفلني وتروح تتصربع مع ستات المركب؟ اسمعيني بس هفهمك. روح انت اجري وبعت المتر بتاعك. انا هموتك، هشرب من دمك. طلعني طلعني حالا يا غشاش يا خايف. طلعني بقولك طلعني. هو احنا لحقنا؟ حد يا بني ادم يسيب عروسته ويعمل كده؟ اوعى اوعى يا شيخ. ايه ده انت بتعمل ايه؟ ايه النيلة دي؟ ده كلام؟ وكمان مخبيان راجل تحت السرير. اشرب يا ننوسة. مرسي يا بابا. دي عاملة تعمليها؟ مش وقت يا زناتي. خمرة بتخلي اللسان يفلت. مين عارف قالت ايه اللي كانت سهرانة معاه؟ ما تخافش انا حسبت قوي على كلامي. الخطة دي لو راحت من ايدي بسببي هنسى انك بنتي خالص. انا اديت رطوب الارض علشان اغطي مصاريف الرحلة دي. دول نص مليون جنيه. اطمن هتوصل لهم لو موجودين مطرح ما بيقول بابا. موجودين في التابوت وقميص به نايم فوقهم. سمعت وهو بيشرح لجوهر الخطة. كنت داخل اقدم لهم القهوة ودني لقطت الكلام على الباب. عرفت انه ناوي يهرب ثروتهم البلد. قلت الله طب انا اولى بيها، ده انا بشتغل عنده بقالي 15 سنة. بس يا خوفي لا جوهر ولا حد من رجالته يشوفه. انا بالشكل ده محدش ممكن يعرفني ابدا. ثم ان جوهر ما شافنيش غير ثانيه واحده وانا بقدم له القهوه. وانيس بيه؟ انيس بيه؟ انيس بيه اللي هطلعه على وش المركب. تلاقيه نايم وبيشخر فوق ثروته. ايه اللي خلاكوا تكذبوا وتقولوا انكوا تعرفوا المرحوم؟ هو المرحوم زعل. انت كذبتوا ليه؟ عيالة بيه، ده احنا اهلنا غلبوا معانا من قلة حيان. مش اهلنا غلبوا معانا يا ابو صلاح؟ يا عم تلاقي احنا لينا اهل متراخر. شيخ اتنايل قصدك ما تعرفش ابوه؟ خلص. انا ابوه عنده 100 مليون وهو رهول. تخرس حظك من السما اني متكتف كده. فكوه. أنا ماليش دعوة،
انت اللي جبت الكلام لروحك. اديني فكيتك اهو، ورينا هتعمل ايه. انت صدقت يا جدع؟ ده انا كلام عندي ولا بهش ولا بنش. اربط يا جدع، خلي الراجل يشوف شغله. يلا. ناويين تقول الحقيقه ولا لا؟ شوف يا بيه. اخرس انت، كفايه وديتنا في ده، يعني كان لازم تغدينا معاه. شوف يا بيه، انا مستعد احلفك على الميه تبقى تلج. ازاي يا يالا؟ معرفش. اخرس، احنا لا نعرف حاجه عن المرحوم ولا شفنا اي حاجه عن المرحوم. يعني ما تعرفوش ايه اللي موجود في التابوت؟ هيكون جواه ايه يعني؟ المرحوم طبعا، ولا فكرك يعني في نص مليون جنيه؟ انا قلت حاجه غلط؟ وبتقول ما تعرفش حاجه؟ وشرفك انا طول الله برسيم. امال مين اللي قاعد على النص مليون جنيه اللي في التابوت؟ خدوا بالكم منهم لحد ما اسال هنعمل ايه معاهم. عاجبك كده؟ يعني كان لازم تتسحب من لسانك. انت مالك انت لو تموت فيه نص مليون ولا مليون بحاله؟ بخرف ولا شرفني بقى اني هطلع واد بورك. اي اوامر تانية؟ يعني هنفذ اللي اتفقنا عليه بالنسبة للعيال دول، وهو كذلك. تصبح على خير. في حاجة يا منشير؟ حاضر. تصبح على خير. مساء الخير. اهلا. سعادتك ما لقيتهمش؟ مين دول؟ الولدين الصيح اياهم. ممدوح وصلاح؟ لا ما لقيتهمش. ارجوك لو عرفت هما فين تديني خبر. اخي يا ناري لو طبوا في يدي وشرف سعادتك لرجعهم مصر عايمين. هتسيبونا؟ مش قلت لك يا جدع انهم عيال؟ يا جدع اسكت. انا متشكر قوي اخ، انا شخصيا هعتبر اللي حصل ده مجرد هزار. ان شاء الله معرفه خير باذن الله. يلا بينا يا صلح. يلا يا سيدي. سيادتك عايز ايدي في حاجه؟ يلا. ايه يا شباب، انتوا رجعتوا في كلامكم ولا ايه؟ هو معقول نسيبكم؟ احنا لازم نوصلكم. اوكي، انتوا هنا تاكسي يا جماعه. خف قوي الراجل ده، عسل شربات من الكهرباء. ورحمه امي التوصيه مسعود. اخرس يا كل، اخرس يا كل. شايف ساعه تبيع عايز يتكلم؟ اتكلم يا بيه. انتوا فاكرين هنوصلكم لحد فين؟ لحد سريرنا طبعا. لحد البحر. نعم، بس انا مش عايز استحم. انتوا مش هتستحموا، انتوا هتقعدوا تحت في القرار ويا الاموات. ده حلوة قوي قوي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. مين؟ الرئيس حسن. سعادتك عثرت عليهم. بالصدفة. مش بالصدفة يا رجالة؟ بالصدفة. طب بعد اذن جنابك سلمهم لي بقى. احنا تحت امر اللي خلفوه. احنا من ايدك دي لايدك دي ولادي. خلاص بقى يا رئيس حسن، سامحهم. سامحنا ده يا جدع؟ بقى نعمل فيه العمايات دي كلها ويسامحنا؟ ده حتى يبقى راجل هوزه. شاهد
وانا كمان شاهد. الواد قليل ادب وانا بقى اكتر منه. وانت لا مؤاخذه، وانت لو عندك دم تاخدنا تحطنا في السجن. اقفش. ايوه، وتقفل علينا بالمفتاح وتشيل المفتاح في جيبك عشان خاطر بقى يا ريس حسن. سماح المرة دي. خلاص هعتبرها اخر مرة. ايه؟ لا مش اخر مرة، وعلي النعمة كل ما هشوفك كل ما هعزقك يا حمار. معلش مكرومين عشان سعادة البيه. بيه مين يا فشلة؟ يا ابو زمار انت. طب انا هقول لكل اللي في المركب انك ساقط اعدادية. صح؟ معلش مكرومين عشان سعادة البيه. ده ما عندوش دم بقى. يعني مش هتحبسنا؟ لا هعتبر انكم عجلتوا. عائمة. لا احنا عائمة. وراهم اوعى تقوم. يا ساتر يا رب. ايه يا ماما؟ ما تخافوش يا ولاد، خليكم زي ما انتوا. ايه ده؟ مين؟ افتح بسرعة يا حنان، انا صلاح. ايه في ايه يا صلاح؟ وانت مين؟ انا مين؟ ما تقول لها انا مين. ده ممدوح. ممدوح. ممدوح مين؟ ممدوح. انا عارف ممدوح مين بقى. هو بيقلع هدومه ليه؟ اصله انا احب اغار كتير من واحد صاحبه. ما تفهموني ايه الحكايه؟ اصل في عصابه في مركب بتطاردنا وعايزه تقتلنا. انتوا بتعملوا ايه؟ طيب يا ست هانم احنا بنسوي. حد يخبط على الناس بساعه زي دي؟ انا هشتكيك لقبطان المركب. قبطان المركب؟ بتقول قبطان المركب؟ خالص اعتذار يا فندم، احنا بندور على اتنين خطرين. خطرين؟ هنا عندي في الكابينة؟ شفناهم جايين الناحية دي. قلنا ندور عليهم قبل ما يأذوا حد من الركاب. بس انا ما حسيتش ان حد دخل عندي هنا. بس الاحتياط واجب يا فندم. اسمح لنا نفتش الكابينة. تفضلوا. أرجوك سيب الولاد، أنا ما صدقت أنيمهم. ما تخافيش يا فندم، ده أنا بحب الأطفال جدا وبكون سعيد قوي لما أشوفهم نايمين. يا سلام، زي الملايكة بالظبط. خالص اعتذار يا فندم. تهانم لو كنا ازعجناك. احنا كل اللي بنعمله ده لمصلحة الركاب. وارجوك تنسى حكاية القبطان دي. حصل خير. خالص اعتذار يا فندم. تعالوا هم، انا مش قادر اقول. خد بايده يا حياتي، انا نسيت حاجه. طب خد ايدي يا حياتي، حط رجلك. طب حط رجلك. قادر اقول حط رجلك. طب امسك كده حاسس ان انت عايز ده. انت تدور في الناحيه دي واحنا ندور في الناحيه التانيه، واللي يلاقيهم منينا يقابل التاني على ظهر المركب. اتفقنا. لازم نلاقيهم قبل منه. الأوامر ان احنا نقتلهم قبل ما يكشفوا السر ويودونا في داهيه. دبرني يا ممدوح. تدبر لله يا ابو الصلح. انا رايي نروح نقابل القبطان ونقول له على الموضوع. نقابل ازاي؟ هو معقول حلفت من ايدين الرئيس حسن؟ حتى لو فلتت من ايدين الرئيس حسن مش هنعدي من ايدين القتالين القتله التانيين. يا ممدوح انا مش خايف من العصابه، انا خايف من اللي هيعملوه فينا. يا نهار اسود، دول هيعملونا كفته. انا عايز الهبل قوي يا شيخ. يا ولاد عيب الكلام ده، اصلهم مصعبين الحكايه قوي. ما تحلها انت يا اخويا. مش قادرين نروح لقبطان المركب وهو جل. ازاي التليفون؟
الو، ايوه انا قبطان المركب. افندم بتقول ايه؟ في عصابه خطيره على المركب مهربه نص مليون جنيه. ايوه وعايزين يقتلونا. ايوه يا تلحقونا يا اما هيشمبرونا. ايوه هيهنكرونا هم، واحنا سعاده البيل قبطان مالناش صدر حنين غيرك، لانك كما قال الشاعر علو في الحياه وفي الممات ترملم ترملم ترملماتي. ايوه اصل انا ثانويه عامه قسم ادبي وجايب 22% هخش المطاف. انتوا بتتكلموا منين؟ كابينه 9؟ طب انا جايه حالا. زي دول اللي فاتوا من اليوم. ما انا انت ايه؟ سوء تصرفك خلاني اخرج من التابوت علشان اخلص عليهم بنفسي. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن انكشف، لازم تخلص عليهم بسرعه. اطمن، ما دام عرفت هما فين يبقى مش ناقص غير رقبتهم. خد بالي نفسك يا ابو الصلح، بالذمه ليك نفسي تاكل ازاي؟ مش يمكن نخش مع الحراميه دول في خناقه؟ يتأولهم شوية. يا جماعة يا جماعة افهموني بس، القبطان بنفسه جاي لكم هنا واكيد هيقبض على العصابة. وين ما قبضش عليهم احنا معاكم. وعلى رأي المثل يودع سرك عيال سلب. طمن يا ممدوح، معانا شوية عيال جدعان. المركب هتوصل لمينا بكرة، العملية لازم تنتهي الليلة. المهم اعثر على ممدوح او ابو ممدوح. انت متأكدة منهم؟ الاتنين بيحبوني. اختشي يا بنت، ده شغل يا بابا. ما هو ده اللي مسكتني. المهم هتعمل ايه انت وزناتي؟ هتجيبوا الفلوس من التابوت. انا هبعد ممدوح وابوه عن الكابينة، تاخدوا الفلوس وتخشوا على الكابينة تخبوها في شنطهم. لما توصل المركب هناخد منهم الشنط وبس خلاص. طب وان ما عرفناش ناخدها منهم. امال انا جايب ده ليه؟ لا احنا ما اتفقناش على كده. انت عايز تودي نفسك في داهيه يا بابا؟ خايف عليا ولا خايف عليه؟ وماله، ممدوح شاب لطيف وغني قوي قوي قوي. وانت شحاته وبنت شحاته. قوي قوي قوي، بس الحب ما يفرقش بين بنت الباشا وبنت السبرساجي. ده كلام افلام. وإذا كان هو مليونير فأنت هتاخد الفلوس وهتبقى نص مليونير. حاجة غريبة، أنا مش قادر أصدق. تأكد سيادتك إن صلاح مش كذاب. مصدقاني يا حنان؟ مصدقاك يا صلاح. من قلبك يا حنان؟ من قلبي يا صلاح. خرب بيتك يا صلاح. خليني واقف أنا كده بقى، ما أنا كومبارس هفضل واقف أنا. يا سيدي ما تسيبك من قلبك وفي الشتا وخلينا في المصيبة اللي احنا فيها. انتوا متأكدين ان التابوت ده في واحد مستخبي؟ يا سعادة البيل قبطان احنا شفنا ايده وهي خارجة من التابوت. وكان فيها خاتم شكله غريب جدا. ده لازم مجرم خطير، انا هقبض عليه حالا. بس يا فندم مجرم بالخطورة دي لازم يكون معاه سلاح. انا كمان مسلح. كلنا مسلحين بالايمان ورب ضارة النافعة. سلاح؟ يا ريت كلنا نلعب صلح. اتفضلوا. على فين يا فندم؟ نفتش الكباين عشان نشوف اللي خطفوكم. مش قلت لكم الكابتن هيساعدكم؟ هوب. احنا متشكرين قوي يا كابتن. احنا يا فندم عاجزين على الشوكه الحقيقه. المرحومة اهو. ايه ده؟ اهلا يا فندم. محدش اتحرك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محدش اتحرك مطار. اهلا وسهلا. محدش اتحرك. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك خالص. محدش اتحرك. اكرهه اكرهه. اهلا
والشاطر حسن اتجوز ست الحسن والجمال بعد ما فطسوه. قفشتكم تعالوا وجحتوا ومحدش سمع عليكم. يا اخي الدراع بيوجعني من الحته دي مش عارف. سلام يا اخي. اهو يا بطي يا ابو يا ابو يا فجري البلبس القطان والوش مش وش قطان تبقى مش قطان يا سياده القطان. يا ربي ما راحوا فين؟ هي المركب دي ملهاش كبير ولا ايه؟ قلبوا المركب فتشوها حته حته لازم تعرفوا مين اللي عمل كده. ولا يا دوح ولا يا ممدوح ولا يا لهوي. خليكم انت هنا انا هفتش كل الكبائن بنفسي شخصيا. قفشتك لا مؤاخذة مسمسيت بدماغي انت على الاسمسيت. مين تامر؟ اكيد مصيبة من مصايبك. طب بس لما نوصل احلى شنبي إن مرمت عليك يمين الطلاق أول ما حط رجلي في المينا. يا حبيبتي هشوف آخر روح شوف مين. مين؟ أيوة نعم إحنا بنفتش المركب بناء على أوامر القبطان. ليه؟ فيه إيه؟ لما أقبض على العصابة أقول لك. أنت بتدور على العصابة؟ أيوة. ابعد عن هنا تسمح. سموه الأمير. سموه زفت. ايه اللي جابك هنا؟ ودي صوتك ارجوك وما تسالنيش وما تحرجنيش وما تكلمنيش. قصه حب قديمه. طب ومراتك؟ هتعمل لي فضيحه لو شافتنا. بتعمل ايه عندك؟ بتكلم في التليفون واكد لك يا ست هانم ان مفيش واحده ست تحت السرير. اهو ده اللي كان ناقص. مش بعيد يعملها ويجيب واحده من الستات القراضيش بتوعه يخبيها تحت السرير اللي بنام عليه. خيالية او مراتي. وانت بجح قوي. اصبحوا على خير. ايه اللي حكيت اجيب واحدة واخبيها تحت السرير دي؟ هو معقول ابص لغيرك يا حياتي؟ ابعد عني يا خاين يا غشاش. احلفلك بالغربة اللي احنا فيها دي انا بحبك من ضفر رجلك لمنبت الشعر في أفاكي. أنا قلت بس بس اللي تأدب انت فهو يا عالم خلي عندكم دم رعب جيران اللي تحتيكم شوية شوية دم اللي تحتيكم الله يظلمكم انتوا باتنين خطف قلت الأدب دي قلت الأدب دي يا حلاوة أديك عملتها يا خاين يا غشاش يا أبو عين زيغة. طب والله لوريك بس ابعد عني. تتصور يا بابا اللي اسمه ممدوح مش نازل في الكابينة اللي جنبينا طلع نصاب.
الحل من بعض اسمه الأميرة. اوعى تتحرك. هو كل شويه حد يطلع لنا بمسدس المركب دي. انا بقول يعني ما دام طلعنا نصابين زي بعض مفيش داعي للمسدس ده. الطيب احسن. انتوا عارفين كل حاجه عننا ولازم نخلص عليهم. نخلص عليهم؟ انتوا عايزين تودونا في داهيه؟ ايوه قالوا اسمعوا كلام كده هتروحوا في 60 ده. ثم انا عندي فكره كويسه بالنسبه للاستاذ ممدوح. انا موافق. مش لما تعرفها في الاول ما دام بتقول فكره يبقى هنتكلم مع بعض. يعني مفيش ضرب نار يبقى لازم نوافق. العصابه هيقتلونا. ما تخافش يا واد من ناكلوه وراكم رجاله. مرحب عارف. عدم اخذات تفتيشات في مجرمين في سفينات لازم نضبط عليهم ونحطهم في كلبشات. اها اكرام بوم بوم بالظبط بوم بوم. تفضل. هارونا هارونا. احنا ما تقابلناش قبل كده. نحن لا نتكلم العربية. عزيز سنقام سراش الفيل صديقي. صحيح هيفهموني ازاي اذا كان ما بيتكلموش عربي. هارونا فعصب بلمونة. هارونا هارونا. ايه الدوشة دي؟ في حاجة؟ لا مؤاخذة يا سمو الأميرة، حضرتك عارفة إن احنا بندور على أي حد يكون مستخبي ورا الستارة، جوه الدولاب، تحت السرير. تسمحي لنا بقى بالتفتيش؟ سمحنا لك بالتفتيش. مفيش حد يا سمو الأميرة، ومتأسفين على الإزعاج. يعني ما بتتكلموش عربي؟ ولا كلمة وشرف. ما انت عارف احنا لو نتكلم نقول لك على طول. الحمد لله. انكتم انت وهو لا يسمعونا. هارونا هارونا. يا سلام كنت هتدب وافتكرهم العيلين اياهم. انا عندي فكرة. وانا كمان. وانا برضو. حد فيكم يتكلم وخلاص. قولي يا امينة. متهيألي الاستاذ ممدوح يتفضل الاول. يزيد فضلك يا اميرة. مش اميرة يعني اميرة. لا ما خلاص بقى طلعت بومبة. انا قصدي يا طيبة احنا هنا. ميرسي. انا بقول كده من قلبي. صحيح. مش مصدقاني اسألي قلبي. يا ابني هو ده وقته. الله اشمعنى انتوا حنان بتاعتك يا اخي؟ على الاقل ابوها واخوها ما كانوش واقفين. انا هفرقع. مش وقت يا زناتي. ما تتكلموا. انا بقول نقابل قبطان المركب الحقيقي مش البراني ونقول له على الموضوع ونسلمه الفلوس وناخد المكافاه. المكافاه؟ ايوه العشرة في المية. والله فكره عجيبه قوي. هو ده اللي كنت عايزه تقوليه من الصبح؟ لا طبعا انا كنت عايزه اقول. ما تقوليش حاجه قبل ما تسمعي فكرتي. اتكلم يا زناتي. الاتنين دول لازم نخلص عليهم حالا. يعني يا زناتي انا بقول نروح دلوقتي ناخد الفلوس قبل ما الجماعه التانيين يوصلوا لها ونخبيها مع الاستاذ ممدوح وصاحبه. وش معنى احنا يعني؟ اصل شكلكم سناكيح ومحدش هيفكر انكم شايلين ثروه زي دي. وازاي استعمل الناس ما اعرفهمش على ثروه زي دي؟ ما تخافش يا بابا على مسؤوليتي. انا لا يمكن اشترك في عمليه زي دي ابدا. يا جدع ما تبقاش فقري. دول نص مليون جنيه. يعني كام؟ يعني ربع مليون هورر. على الاقل كل واحد فينا هيطلع بحق دخان. اسمع كلامي وانت تكسب. احنا موافقين ولما نوصل لبر يبقى لينا كلام تاني. كم؟ ربع مليون غرر. يلا بينا. يلا فضل.
هنعمل ايه دلوقتي؟ نقابل القبطان ونحكي له كل حاجة تاني ويطلع لنا برضو في صباع وخاتم. انا بقول نقابل الرئيس حسن وهيبقى اضمن. ده احنا ما صدقنا نسيبنا بجلدنا، ده لو مسكنا هيعلقنا من رجلينا على صاري المركب وبعدين يسمعنا. طب هنتصرف ازاي؟ مش عارف مش عارف مش عارف. ادي اشاره بسرعه، المركب بتغرق. حاضر يا فندم، على جميع اسرع التواصل على القولون للانقاذ. المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب بتغرق. يعملوا تحقيق لحد ما يشوفوا مين اللي شغل جرس الانذار، وهيعرفوا منين ان احنا اللي عملنا كده. انت مش احنا، احنا مش اصحاب ابو الصلح. اه للاسف. طب هنعمل ايه؟ نختفي نهائيا لحد ما نوصل البر وننسحب من غير ما حد يشوفنا. طب وامين وحنان والمهربات اللي في التابوت؟ اسمع، انا جاتني فكره. ايه؟ انزل. كله تمام يا فندم، المركب ما فيهاش حاجه. بلغوا الركاب ان احنا كنا بنعمل مناوره غرق. علي يا فندم. وشوف لمين اللي ضرب جرس الانذار. هم ما فيش غيرهم ولاد الابلسه، ولابد هيجيبوا لو سطحوا بطن سمكه واستخبوا فيها. صلاح بيتكلم مظبوط يا ممدوح. ده الحل الوحيد. حنان تقابل قبطان المركب الحقيقي وتشرح له موقفنا. واكيد بعد ما يقبض على العصابه هيسامحكم على اللي عملتوه. طب وامينه؟ لو بتحبك مش هيمال فلوس. انا بقى الفلوس تهمني. دول نص مليون جنيه. عارفين نص مليون جنيه يعني ايه؟ يعني عز، هدوم، عربيات، فخفخ. لكن دي فلوس حرام. والله لما هروح اشتري عربيه مش هيسالوني جبت تمنها منين. ممدوح تجننت؟ عايز تبقى حرامي؟ فين مبادئنا الحلوه يا عم؟ بلا مبادئ بلا نيله. انت هتعمل لي فيها سيمه؟ انا هتصرف بالطريقه اللي تعجبني. تعال هنا. انت رايح فين؟ ابقى 60 مجنون لو سبت ثروه زياده تطير من ايدي. عن اذنكم ممدوح. انا رايح اقابل القبطان. لا حنان بلاش. ليه؟ مهما حصل بيني وبين ممدوح ما يخلصنيش انه يتقبض عليه ويتبهدل. يعني نسيبه يعمل اللي في دماغه؟ اكيد في طريقه نقدر نرجعه بيها لعقله. ستاند باي انجن بعد ساعة لدخول المينا. ستاند باي انجن بعد ساعة لدخول المينا. لقيتهم اللي ضربوه واللي ضربوني واللي ضربوا جرس الانذار كمان. اقبض عليهم وحطهم في الحبس حالا. تمام يا فندم. الفلوس دي فلوسي ولا حدش هيقدر ياخدها مني. الفلوس دي انا اللي هاخدها. واللي هيقدم منكم خطوة هطير له سف سنانه. اللي هيمد ايده على التابوت ده هضيع عمره. يا جماعة مش كده، صلوا على النبي. هتخسروا بعض على مبلغ هايف زي ده. دول نص مليون جنيه، يعني ربع مليون هورر. اسمعوا، احنا نعمل جمعيه وكل واحد فيكم يقبض شهر، وانا اقبض الاول واديكم بومبا. اسكت. اوكي. بعد لما تفتحش ابدا. اوكي. بس انت هدي نفسك لا طق لك عرق. اذا كنت فاكر ان المسدس ده هيحميك، انا معايا رجاله تحميني. الله اكبر. اهو كده احنا هندفع لهم اكتر. برافو برافو عليك. انت بتبص له كده ليه يا بنت؟ انت بتغير عليا يا دوحه بصراحه.
يبقى انت بقى اللي تحضر الفرح. انا عجبني كلام المادموازيل لما قالت انها تدفع لنا اكتر منه. انا هدفع لك ربع المبلغ. انا هاخد المبلغ كله لاننا هنخلص عليكم كلكم. يعني ألف مبروك. لا مش معايا أنا الحركات دي بقى. يلا يا أخوي تعال تعال حماد تعال تعال أنت كمان. أنا هحول على كل حاجة هحول على كل حاجة. ان هم دول اللي وصلوها للعصابة. انت بقى تحضر الفرح. Thank you.